فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. فقال من الفيئة من الغنيمة لنفسه قبل يعني قبل أن يقسمها قبل أن تحترز يعني. روى المصنف بسنده عن العلاء عن عبد الله بن العلاء أنه سمع أبا سلام الأسود قال سمعت عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير صلى بنا رسول الله إلى بعير من المغنم فلما سلم أخذ وبر من جانب البعير شعره الوبر الوبر الذي على شعر البعير أخذ وبر من جنب البعير ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود عليه لأن الله تعالى جعل الغنيمة الغنيمة تقسم أقساما أخماسا فلله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين آخر آيات الأربعة أخماس تقسم على جميع الغنم تقسم على جميع الغنم كما قسمها النبي وللفرس للفارس سهم وللفرس سهمان. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الوبر وهو أصوف يعني يكون على الإبل من جنب البعير ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في قول لا يحل لي من غنائمكم فأجعلها الغنيمة لهم ليست مردودة على النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله دعواتكم للقناة نفسها يعني والله ييسر الأمر فيشمل جميع الغنائم ولا يختص بغنيمة دون الغنيمة. وفي مسند أحمد زيادة عن المقداد المقدام بن معد كرب الكندي أنه جلس مع عبادة بن الصامت وأبي الدرداء والحارث بن معاوية الكندي فتذاكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو الدرداء لعبادة يا عبادة كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس فقال عبادة قال إسحاق يعني ابن عيسى في حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوته إلى بعير من المخسم يعني من المغنم فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول الوبر بين إصبعيه وقال إن هذه من غنائمكم وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم أدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر من ذلك فهنا فيها بيان أن الولي ولي الأمر أو الأمير ليس له أن يستأثر بشيء عن غيره إلا ما جاء التنصيص على ذلك ليس له أن يستأثر بشيء إلا جزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم هذا اهتمام منكم بالغ وفضل وأدب ونسأل الله جل وعلا أن يرضى عنكم. طيب قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لي من أخذ وبرا قال ليس لي من يعني من غنائمكم مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم واحد منهم هو تقسيم الغنائم على من حضر الغزوة ولكن الله تعالى تولى تقسيم الغنائم حين قال الله تعالى فإن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين فهنا الخمس يكون لله وللرسول والخمس هذا يخمس أيضا وأربعة أخماس تكون للمجاهدين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال والخمس الذي يكون لي يرجع إليه يعني النبي يجعل الخمس هذا في الكراع وفي السلاح ويرجع إليه ولذلك الإمام الشافعي قال بأن الفيء أموال الفيء تنفق في مصالح المسلمين نصرة قال ولا أعظم من نصرة دين الإسلام بالعلم قال باب في الوفاء بالعهد روى المصنف عن بسند روى في الصحيح طبعا بسند يكون هو سند صحيحين قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي من الثقات الأثبات أثبت الناس في مالك عن مالك النجم كما قال الشافعي ذكر الحديث مالك النجم عن عبد الله بن دينار من الثقات الأثبات
قال عن ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه من العبادة الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. وهذه مشكلة، مشكلة الغدر في الدنيا، ويحسب أنها تمر وهي لا تمر عند الله جل في علاه. يأتي يوم القيامة والمسألة على رؤوس الأشهاد، ومن كان يخادع الله فهو خادعه، ومن كان لئيما فلا يكرم يوم العرض. قال: تعقد لكل غادر لواء، يقال هذه غدرة فلان. اللهم استر علينا يا رب العالمين، اللهم استر علينا يا رب العالمين. ولذلك لما جاء حذيفة بن اليمان وأبوه معه، عندما أخذوهم وهم يطوفون، فقالوا: تذهبون إلى محمد فتكونون معهم علينا. فقالوا: نحن نذهب لكننا لا نكون معه عليكم. فأقسموا لهم بذلك وأعطوهم العهود والمواثيق أنهم لن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. فلما رجع النبي قص حذيفة للنبي ما كان. أصل الفقهاء اتفقوا على أنه يجوز خلف الوعد مع أهل الكفر إن كانت مصلحة المسلمين في ذلك، يجوز خلف الوعد مع الكفر. يعني هذا الباب باب معلوم في هذه المسألة. عامة هي الرقى الشرعية المهمة. رد رأيك يا مصطفى، جزاكم الله دكتور، فتح الله عليك يا دكتور مصطفى. ماشي. إذن المسألة لابد أن نفهمها جيدا، بأن الوفاء بالعهد يلزم المسلم ومن خلقات المسلم. حذيفة لما قال للنبي، والنبي يحتاج في القتال في غزوة بدر، تعلمون غزوة بدر وكان في المسلمين قلة، ومع ذلك قال له: لا لا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. ولذلك النبي قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، في رواة: وإذا عهد غدر، وفي رواة: إذا خاصم فجر. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من خصال النفاق. الفوائد المستنبطة: طالب الآخرة لا ينظر للدنيا بعين، هي عين واحدة، عين استعمالها لرضوان الله جل في علاه. من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقرة بين عينيه، ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له. ولذلك النبي قال: إلا الخمس، والخمس مردود عليه. قمة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحتاجون للمبرر، ويبرر النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم. أهل الكفر يخادعون الله وهو خادعهم، لا ملجأ ولا ملجأ لهم من الله أبدا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.